إننا ندعو الله في كل ركعة أن يعلمنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف تهدى بدون علم؟ لا هداية إلا بالعلم الشرعي والاجتناب لطريق من ضل من اليهود والنصارى وهم المغضوب عليهم والضالون. لا نجاة بإذن الله عز وجل إلا بطلب العلم الشرعي.